السلام عليكم، أنا اسمي هشام سمارة من الأردن، وحبيت أشارك تجربتي معاكم بمستشفى حس التركي. ما شاء الله عليهم الشباب، هم فعلا ما قصروا، يعني من وقت الاستقبال لحد النهاية لحد آخر يوم من العملية. الطاقم جدا محترف، والشباب ما شاء الله عليهم بروفيشنال، يعني جاوبوا كل الأسئلة وكل الاستفسارات اللي عندي وزيادة، وأعطوني نصائح كتير. العملية بحد ذاتها كانت يعني اللي قاموا فيها دكاترة يعني ما شاء الله عليهم، وخصوصا دكتور يعقوب، يعني هو بروفيشنال واللي بيعمل عمليه بيقدر، يعني قد ما سمع من الناس وقد ما عمل ريسيرش، اكيد حتكون عملتوا ريسيرش واكيد حتكونوا سمعتوا من الناس وسمعتوا من الاشخاص اللي حواليكم، هذا الشيء كله حتلاقوه تطبق هون في المستشفى، سواء بالتفاصيل اللي بتعرفوه واللي ما بتعرفوه. طبيعه العمليه بشكل عام كانت عمليه مشكلتها طويله شوي، وهذا شيء طبيعي يعني بحكي عمليه، وخصوصا على لما تكون عندك بصيلات عاليه لازم ينزرع خلال اليوم. اول يوم بخلص، ثاني يوم يعني العمليه، انا بنصح اي واحد عنده اي خلينا نحكي نقص في الشعر او شعره خفيف انه يعمل عمليه ما يتردد، يوم واحد تخلص العمليه وتصير بالاخير كلها ذكريات. وانا بنصح اي واحد يجي على مستشفى حس التركي لكل الاسباب اللي ذكرتها، وبالتوفيق يا شباب، وبالتوفيق حس التركي.